قناة الرشيد الفضائية في عيد تأسيسها السابع، يوم للاحتفال ويوم للحساب أيضا. العرض المتوازن وملاحقة الأحداث أينما كانت والموضوعية والمسؤولية الأخلاقية والسباق الأحداث في العرض، كل هذه الأمور أهلت السبق لقناة الرشيد الفضائية بين الشاشات العراقية. وبالنسبة لمحبي الرشيد، عام جديد من المحبة والتقارب والتواصل، وبالنسبة لأسرتها المتناغمة إنه يوم الحساب، لأننا دائما نضع كل ما نقدمه في ميزان المراجعة والتقييم. إن من أهم عناصر الخبر الصدمة والحداثة والجدية والإجابة على الاستفهامات الستة. تحليل المضمون يستند إلى طريقة نقل الحدث، كلما كانت الصورة أوضح كان التحليل أدق. المسؤولية الأخلاقية من أهم أوجه الحقيقة، الحقيقة زائدا المسؤولية. نعرف الخبر بأنه حدث هام مقترن بزمن الأهمية والسبق الصحفي، أهم أعمدة صناعة الأخبار. تميزت قناة الرشيد بدورها الريادي في نقل الحقيقة والمتابعة الإعلامية الحيادية خلال نشراتها الإخبارية وبرامجها السياسية، واليوم تقيد شمعتها الثامنة لتكمل مسيرة النجاح والتفوق الإعلامي في رصد وتتبع الأخبار المحلية والدولية. الرشيد تألق نجمها في سباق القنوات الإعلامية من خلال حضورها الميداني لحظة وقوع الحدث لتنقله بدقة وموضوعية، فهي السباقة بتغطية تقدمات الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب عبر الجولات الميدانية في ساحات المعارك، كما أنها حرصت على أن تكون مرآة واضحة لعكس هموم الشارع العراقي تجدها حاضرة أثناء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية. نستمر معكم في هذه التظاهرات ومن قلب العاصمة بغداد في ساحة التحرير، ابقوا معنا على شاشة كل العراقيين، شاشة الرشيد الفضائية. كما تميزت برامجها السياسية المشهد الأخير. أتمنى أن تكون أمانة بغداد همها الأول المواطن العراقي، هذا المواطن اللي يحلم بالخدمات الحقيقية، الخدمات الواقعية على أرض الواقع. ونيوز روما. قررت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. والساعة الأخيرة. ساعة من الأحداث السياسية والأمنية. ورشيد مع الحدث. مزيدنا قوانين أخرى ومشاكل تواجه البلاد. جميع هذه البرامج حرصت على تناول الأحداث السياسية والأمنية ومناقشتها وتحليلها من خلال اللقاءات مع أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية، جهود بذلتها قناة الرشيد الفضائية في نقل الحقيقة بحيادية وموضوعية كانت حصيلتها جوائز ودروع تكريمية لمشوارها الإعلامي طوال السبع سنوات الماضية، ودافعا معنويا لإكمال مسيرتها المهنية والأخلاقية في نقل الأخبار والأحداث بكل حيادية بعيدا عن أي ضغوط أو مؤثرات خارجية. مشاهدي الكرام، الحديث عن مسيرة قناة الرشيد بعد سبعة أعوام والدخول بالعام الثامن، ينضم معي هنا في الاستوديو السيد حسين سعدون مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة الرشيد. السلام عليكم. حياك الله استاذ حسين. وانتو محيين ان شاء الله. باعتبارك واحد من الأعمدة الأساسية بالعمل بقناة الرشيد، يعني ما اعرف ابارك لك ابارك نفسي، لكن هو ان شاء الله هاي العام الجديد هو عهد ممكن يطلقه كل موظف في قناة الرشيد، تقديم الافضل دائما للمواطن. اولا البركة بيكم هارون وكل الزملاء اللي
بالشاشة واللي خلف الكواليس قناة الرشيد كلهم أعمدة وإحنا كلهم نفتخر بهم، ابتداء من رئاسة مجلس الإدارة ولأي فرد من أفراد هذه الأسرة الصحفية المباركة. طيب خلي نبدي، سبع عوام انقضت اليوم إن شاء الله، انقضت هاي سبع عوام، داخلين بالعام الثامن، كيف تقيم هاي سبع عوام بالنسبة لقناة الرشيد؟ صعبة يعني ما كانت التجربة سهلة بالمطلق، لكن إحنا قدرنا نخط خط في فضاء الإعلام الحر المتوازن. طيب هسه ما أدري، إحنا اتفقنا حتى العنوان اللي أخذناه الرئيسي بالنسبة للبرنامج إنه نقيم العمل اللي موجود. يعني تحاسبني اليوم هارو؟ هو هذا الحساب. نفس نمط نيوز روم، حتى لا تقول حضرتك موجود، لكن المواطن ممكن أبسط شيء يتحدث عن قناة رشيد إنه هي جامل المسؤول العراقي أو أي مسؤول بالدولة العراقية. لا هارون، خلينا نكون واقعيين. إحنا نقول حيادين، أنا وجهة نظر ليست شخصية بالمطلق لكن موضوعية تماما، ليست هناك حيادية بالإعلام مطلقا، لكن أنت في بلد تتقاطبه وتتجاذبه الأهواء والظروف الصعبة والتحديات الأمنية، لا تستطيع أن تغرد خارج السرب. ليست قناة الرشيد والكل يتلمس حسب هيك، حالة رح نختلف إحنا بالتفسير حيادية لو لسنا حياديين. خلينا نكون واقعيين، ماكو بالإعلام حيادية، الكاميرا عوراء لديها عين واحدة، لن تستطيع أن ترى الجهات الأربعة NEWS News من في نفس الوقت وبنفس وجهة النظر. لابد أن تلتزم وجهة النظر. إحنا عوضنا هذا المفهوم بإيش؟ بالتوازن والموضوعية. طيب. والمسؤولية الأخلاقية. سبب لكم معاناة بالعمل هذا الشيء؟ طبعا احنا تعرضنا لكثير من الظروف، احنا حتى شهداء انطينا والكل تعرف هذا الموضوع، حنا حال كل الاعلام العراقي الحر الملتزم. اكيد غربان الظلام لا تسمح للاعلام الحر ان يتحدث بصراحه. من قال نحن نجامل المسؤول؟ نحن لم نجامل احد على حد، لكن نتحدث بمسؤوليه. نحن لا نجرح بمسؤول ولكن نحاسب مسؤول، هذا الفرق. نحاسب بإطار مسؤوليتنا كسلطه رابعه لا اكثر ولا اقل، يعني احنا نعرف حدودنا ونتحرك باطارها. طيب مستمرين إذا مستمرين بهذا الكلام، ممكن البعض يقول شنو رسالة قناة رشيد الواضحة؟ واضحة جدا، إعلام متوازن مع مسؤولية أخلاقية. إذا من؟ إذا الشعب العراقي. ممكن يكون أكو إعلام متوازن؟ طبعا، يعني هو رشيد هو المثال الأبرز على هذا الموضوع. طيب نعم، نحن نسير على، يعني خلينا نكون واقعيين ونكون صريحين ونعترف بأننا نسير على حبل من نار يعني، ولكن لن نسقط. وأنا أؤكد هذا أنه قناة الرشيد تعرف كيف تسير بتوازن وكيف تخط خطها، و يعني تجربة السنين السبعة ونحن دخلنا في الثامنة تشهد على ذلك، تشهد على الحيادية على نجاح قناة الرشيد في العرض المتوازن للأخبار هارون. بالتالي هي القضية قضية اختلاف تفسير، ممكن الطبيب ناس المشاهد الطبيعي فسرها تفسير، لكن حضرتك الآن تفسرها بحيادية واخذت الباب رغم ما أنه يقول ماكو حيادية بهذا الموضوع. أنا قلت لم أقل حيادية بالمطلق يا هارون، والتفسير أتركه للمتلقي. وأنت شفت إحنا تلقينا يعني مئات، يعني إذا ما أبالغ مئات الآلاف من التهاني والتبريكات من كانت؟ كانت معظمها من مواطنين بسطاء، رغم أنه يعني على أعلى مستويات الدولة باركونا، ثق بالله فرحنا بالمواطن البسيط اللي باركنا. طيب. أكثر يعني لا يقل عن فرحتنا بأي شخص موجود في العراق أو حتى في العالم. هذا ماذا يدل؟ يدل على حجم القاعدة الجماهيرية التي تتمتع بها قناة رشيد، ونحن نعمل يعني هناك. أتمنى لو يعني يتسع الوقت لإيضاح فكرة، إحنا سبقنا مع ماذا؟ ليس فقط مع الأحداث، لدينا سباق مع التكنولوجيا يعني ومع تطور النظرية الإعلامية. تلاحظ حضرتك هسه إحنا في نيوز روم طورنا فكرة الأخبار وصار عرضنا باتجاهين، والعرض وقوفا وطريقة عرض الأخبار باستحضار المعني بالخبر ومصدر الخبر إلى غرفة الأخبار، ليس فقط الذهاب له، كثير من الأفكار. شلون تستقرؤون الواقع الإعلام؟ تستقرؤون احتياج المشاهد؟ حتى من تحدثت عن نيوز روم خرجتوا بهاي الصورة كإدارة قناة، بالتالي أنا كمقدم جزء من هالبرنامج، لكن جيت لقيت برنامج جاهز برؤية قناة خرجت من المشاهد، شلون تستقرؤه؟ وانا اعدك يا هارون انت في هذا البرنامج انه لن يبقى البرنامج ولا حتى الاخبار على حالها، لازم اكو تغيير. ليش؟ انه يعني نظريه الاعلام اساسا نظريه غير ثابته، ما يصلح لليوم لن يصلح للغد، لكثير من المداخلات والارقام التي تدخل وتخرج. طيب. من المعادله. اذا لابد ان يعني كيف يعني تستطيع ان تستقرا حاجه المتلقي من خلال كثير من وسائل التواصل، احنا يعني التناغم مع المتلقي، احتياجات المواطن طبعا المتلقي.
دائما يعني احنا متواصلين مع المتلقين، وايضا عندنا شبكه صحفيين في العراق وفي عموم العالم يعني تعرف. طيب قبل ما اختم هذا الجزء تحدثنا عن النظره بالنسبه للنيوز روم كبرنامج في قناه رشيد، شو توعدون المشاهد بالجديد بكل ما هو جديد ان شاء الله، وبالاستمرار على مبدأ المسؤولية الإخلاقية إزاء هذا المتلقي العراقي في عرض الأخبار. طيب اسمح لي نشكرك سيد حسين سعدون مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة رشيد، حياك الله. تمنياتنا بالموفقية والنجاح وتبريكاتنا لكم ولكل العاملين في قناة رشيد. للجميع إن شاء الله، شكرا لكم مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت، هاي آخر حلقة في هذا الأسبوع، موعدنا يجدد بالأسبوع المقبل، دمتم في عافية.